هم كغيرهم من العراقيين يعانون التهميش والبطالة، يفتقدون لأبسط متطلبات العيش، فلا قانون يحميهم ولا سكن يأويهم ولا تعليم ولا فرص عمل، وحقوقهم مسلوبة. هؤلاء هم ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم الذين خرجوا إلى ساحة التحرير مساندين المتظاهرين المطالبين بالحقوق. شريحة الصم تعاني ما تعاني من فقر وتهميش في هذه في مجتمع العراق. احنا نانا اشخاص الصم، الكل عندهم عوائل ومتزوجين وعندنا اطفال ونقعد بايجارات. احنا اليوم نشكر كل المتظاهرين الموجودين من اخواننا السامعين اللي ساندونا واللي طلعوا قبلنا، لكن احنا تعتبر الاقليه في هذا المجتمع، ومن زمان احنا نقطع مظاهرات لكن للاسف ما حد يسمعنا. اليوم هم المتظاهرين الابطال، هم صوتنا وهم احنا كنا ارواحنا فداهم واحنا نساندهم. من جانبه زار البطريرك مار لويس رافائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم ساحة التحرير لمناصرة المتظاهرين وتأييد مطالبهم. ندعو الشباب والشابات أنه يحافظوا على سلمية تظاهرهم ولا يستعملوا العنف ضد ولا واحد، وأيضا القوات الأمن أنه تحميهم، والحكومة أن تصغي إلى صرختهم اللي هي صرخة شغل، جوع، فقر، بؤس، أنه بلدنا غني، نحن ما بأفريقيا. يعني أنا زرت مستشفى الكندي جرحى، خجلت من الوضع البائس للمستشفى، المفروض يكون شيء راقي. يعني هي ثورة جوع وفقر وبؤس، فالبطالة نهشت أجساد الشباب الخريجين والفقر بلغ أعلى مستوى له، فطفح الكيل وما عاد من الممكن تحمل المزيد، فخرجوا مطالبين بالقضاء على الفساد وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي وبعض الحقوق لا أكثر.